بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر للصف الثاني الثانوي. The new manager، المدير الجديد. نقط to follow a different policy، المدير الجديد يهدف إلى أن يتتبع سياسة جديدة. فطبعا يتجنب ولا يهدف ولا يفحص ولا expire، طبعا هتبقى aims اللي هي يهدف إلى، اللي هي بتاخد off بعدها. نقط in coffee، الحاجة اللي في القهوة دي والشاي بتساعدك انك انت بتركز شوية. طبعا الحاجة دي بقى الكافي ولا المقهى نفسه ولا الشاي ولا المية ولا مادة الكافيين. طبعا مادة الكافيين هي اللي بتساعدك على التركيز. It's your نقط that has led to your bad exams results، دي حاجتك انت بقى اللي خليتك اهملت في شغلك. طبعا بقى دي الكيرفولنس ولا الكيرلسنس، يعني حرصك ولا اهمالك ولا وجودك ولا صناعتك. طبعا ده الاهمال اللي قادك الى ذلك، اللي اداك نتائج سيئه. My parents، والدي. نقط about our success very much، طبعا نجاحي، يعني عايز يقول هم بيعملوا ايه لنجاحي كويس جدا. بيتكلم عن والديه، يبقى طبعا اللي بياخد حرف الجر about في اللي تحت دول care، عشان يبقى يهتم بيه او يعتني بيه. I am sure he left the door open، انا متأكد انه ساب الباب مفتوح. He intended to، هو ناوي على الموضوع ده، ناوي ان هو يسيبه مفتوح. يبقى يا ترى الكلام ده كان عمد بالعامد ولا كان من غير قصد ولا كان بنون دنية؟ طبعا كان deliberately، اللي هي تدي معنى عمدا، كان متعمد يعمل كده. We have to face problems، احنا مضطرين نواجه مشاكل. As long as، طالما ان هي ايه بقى، طالما ان هي تهتم ولا تنتهي ولا تتواجد، ولا طالما ان هي تبقى ملصقة معانا. طبعا طالما ان هي المشاكل نفسها تكون موجودة معانا، وإلا احنا مش هنهتم بيها. وين ذا كيتشن، لما المطبخ از نوت كلين، ما بيتنظفش كويس. ات بروفايدز نقط سويل فور هارمفول بكتيريا، يبقى ده هيجيب لنا بكتيريا. يبقى طبعا لو المطبخ ما تنظفش يبقى هيعمل لنا السويل دي، بتيجي مع التربه. ينفع معاها من اللي تحت كلمه فيرتايل، اللي هي خصب بغض النظر عن معنى الجمله. بعدين ذيس برودكت، المنتج ده نقط فيه خلال 3 شهور من الوقت، وهيصبح ضار بقى. يخبز ولا يتاكل ولا يحفظ ولا ينتهي؟ طبعا هينتهي في خلال 3 شهور وبعدها هيبقى ضار. I was not for breaking the traffic rules، طبعا I was managed، I was manufactured، and I was fine، I was on، اكيد fine اللي هي يغرم، عاوز يقول يعني انا اتغرمت على اني كسرت اشارة المرور. بعدين بيقول I like the نقط، انا حابب النقط of mint، عايز يقول نكهة النعناع او طعم النعناع، يعني flavor يعني نكهة او طعم. crisps اللي هي الشرايح، recommendation التوصية، بوستر طبعا يبقى هو قصده على الفلوفر اللي هو النكهة. my brother works in the tourist، نقط he is a tour guide، يبقى شغال في tourist ايه بقى، industry، شغال في صناعة السياحة. تمام، قصدهم ايه، ان هو بيعملوا لها جذب وكده. I asked the chef، سألت الراجل الشيف about the نقط of the delicious dish، سألته عن الأسمدة بتاعت الأكلة دي، ولا خل الأكلة ولا مكونات الأكلة ولا كيميائيات الأكلة. طبعا سألته عن الingredients، المكونات. the نقط of the t-shirt says، الحاجة بتاعت التيشيرت دي بتقول ما تغسلوش في المية الدافية. إعلان التيشيرت، اعتناء التيشيرت، وجود التيشيرت، الليبل الملصق عليه، طبعا هو اللي بيقول ما الدين المعلومة يعني. I don't like cold drinks، ما بحبش المشروبات الساقعة. As they make it difficult for me to sleep، ما بتخلنيش انام كويس. خلي بالك بقى، هو المفروض انا طالما بتكلم عن المياه الساقعة فانا بسميها الكربونيتد ووتر، اللي هي المياه الغازية، اللي هي بيبقى فيها حبات الهواء اللي زي الساقع وكده. بس هو هنا بقى بيقول لي ما بتخليش انام، يبقى عايز الكافيين، اللي هي بيها فيها كافيين يعني، اللي هي ما بتسهر. وي اول، كلنا عايزين نعرف ذا نقط اوف سيلينج يور كار، عايزين نعرف السبب ليه انت بعت العربيه. قال كنت عايز اشتري شقه، يبقى عايزين يعرفوا ايه بقى الايم، الهدف، عايزين يعرفوا الهدف من، مش جايب السبب، عايزين نعرف الهدف من بيع العربيه. دونت نقط ذا كار فور لونج درايفز، ات بريكس داون اول ذا تايم، عايز يقول له ما تعتمدش على العربيه دي في المشاوير الطويله، بتتعطل طول الوقت. يبقى لا تغرمها، لا تعتمد عليها، لا توجد، يبقى كاونت اون اللي هي يعتمد على. معظم الاهداف او الاجوال، لا سوري، معظم جودز البضائع
وي يوز اللي بنستخدمها النهارده ار نوت ان تشاينا، عايز يقول لي مصنوعه في الصين، طبعا مصنوعه من خلال الات اللي هي زي ما شرحنا في الوحده مانيفاكتشرد. ماي ايز دونت سي، هو بيقول ان عينيه مش شايفه كويس. اني مور اي نيد، عايز بقى طبيب عيون يبقى مش شايفه بروبيرلي بطريقه صحيحه، مش بصحيه ولا بعنايه. القطن بقى از ناتشرال نقط ماتيريال، ماده كذا خام، بتستخدم في صنع الكلوز الملابس، يبقى اكيد مش قصده ماده متصنعه عشان ماده طبيعيه، يبقى قصده على رول اللي هي ايه لم يتم تصنيعها بعد، اللي احنا بناخدها مع ني يعني مع الطعام. كل منتجات الطعام ماست بي نقط so that the customer can know what the ingredients are. كل منتجات الطعام لازم تكون كذا علشان كده الراجل الزبون يقدر يعرف المكونات بتاعه الاكل دي ايه. طبعا لازم تبقى ايه، عايز يقول لازم تبقى مكتوبه، يعني لازم تبقى الليبل يعني محطوطه ملصقه على الطعام نفسه. الباسبورت بتاعي is no longer نقط، لم يعد كذا، محتاج ان انا رينيو اجدده، يبقى valid، لم يعد valid صالح او ساري شغال يعني. The knot of the company، الحاجة بتاعت الشركة دي، intelligent man who is loved by all his employees، يبقى كده بيتكلم على المانجر المدير، هو راجل intelligent والناس كلها بتحبه. employee دي اللي هي ايه، عامل وليس صاحب عمل. When I asked him about، لما سألته عن افضل المطاعم في المدينة، he نقط this one، يبقى he recommended يعني رشح ده، مش حذر ولا هبط ولا ضمن، لا رشح ده. نقط فروت وفيجيتابلز، يبقى اكيد بيتكلم على الفريش بقى، تمام، لانه بيقول لي صحيه اكتر من المجمده. البنت الصغيره شعرت بالمرض بعد ايتينج نقط فود، بعد ما اكلت طعام طازج صحي ملوث، يبقى اكلت طعام ملوث لانها شعرت بالمرض. قناه السويس ليست طبيعيه، طالما مش طبيعيه يبقى مان ميد، مان ميد يعني من صنع الانسان. طب واحد يقول لي مانيفاكتشر برضو يعني مصنوع، بس ده صنع بالات، لكن دي صنع الانسان عادي بقى. شركات الطعام او شركات البضائع بوت ذا ريال نقط، بتحط الريال نقط، يبقى بتحط التاريخ يعني على المنتجات، يبقى عايز اكسبايري اللي هي منتجات الايه، عاوز تاريخ الصلاحيه بقى، مش عاوز الكاتشب ولا الذوق ولا الصحي. في نقط هيز كمباني سكسسفلي، بيعمل ايه الشركه بتاعته بنجاح يعني، وعشان كده بيجمع فلوس كتير، يبقى مانجز اللي هو يدير الشركه بنجاح، مش بقى يثق فيها ولا يفسدها ولا يفشلها. I used to keep food healthy for long time، طبعا المواد الحافظة هي اللي بتحفظ الطعام لوقت طويل، مش السموم ولا النقاط ولا الحشرات. كلنا بنثق فيه لانه هو اكيد valuable اللي هو موثوق به، مش مهمل بقى ولا صالح ولا ايه virtual. علشان تسوق العربية لازم يكون معاك كذا درايفنج لايسنس، لازم يكون معاك valid يعني رخصة صالحة، مش رخصة صحية ولا موثوق فيها ولا. منظمة الطعام العالمية بقى عايزة تتأكد ان كل الطعام يكون جاهز للأكل، يبقى هو عايز كلمة منظمات اللي اسمها ايه organization. The list of students، قائمة الطلاب in this class في الفصل ده نقط 20 اسم، طبعا contains تحتوي على 20 اسم، ولا includes تشمل وتضمن، ولا fills يعني تملأ، ولا preserve يعني تحفظ، طبعا تحتوي بداخلها القائمة، يبقى عاوز contain. food prepared in dirty places، الاماكن الطعام المجهز في الاماكن القذره. is full of، مليان بايه، مليان بالجراثيم ولا الدقيق ولا الطعم ولا المكونات، اكيد مليان بالجراثيم. ثواني كده بتاعت دي اللي هي the list of students، قائمه من الطلاب فصل contain دي يحتوي شيء بداخله، يحتوي على شيء بداخله، عشان كده احنا هناخد include تشمل او تضم يعني عايز اقول تضم 20 اسم، تمام. وهنا هاخد الجراثيم زي ما انا. بعدين I always prefer natural، انا دايما بفضل natural to not water، بفضل المية الطبيعية على المية الايه بقى، اكيد قصده على المية الغازية، يبقى هياخد carbonated على المية او المياه الغازية. نقط إذا particular taste، الطعم المعين، يبقى ده الفلافر اللي هو النكهة. نقط means to be real thing، حاجة حقيقية، انك تعيش في ال present in the world، يبقى انت موجود اللي هي exist. نقط water،
water containing small amounts of air، المحتوي على الميه، يبقى دي الكربونيتد اللي هي الميه الغازيه اللي هي تحتوي على الماء. بعدين نقط is chemical in coffee، الماده الكيميائيه اللي في القهوه طبعا عارفينها اللي هي الايه الكافيين. نقط is the thing، هو الحاجه you are hoping، انت تتمنى انك انت تنجزها، طبعا دي الهدف الحاجه اللي انت عايز تنجزها. نقط to punish person، انك تعاقب شخص، تعاقب شخص يبقى انت كده بتغرمه. طبعا دي اللي هم التعريفات، هم اللي احنا شرحناهم من جيم اللي هو الكلمه وقصدها التعريف بتاعها. نقط فشل، فشل فشل كافي، يبقى ده كده بيتكلم عن اهمال، تمام، كارثنس. تو نقط از تو تراست، انك تثق في واحد يبقى انت كاونت اون، تعتمد عليه. الكلمه تصف الكلمه تصف دوينج سمثينج بنيه، يبقى ديليبريتلي عمدا، طالما انت ايه ناوي عليها يعني. حاجه ايه بالقدر انك انت تدعم نمو النباتات، يبقى انت كده بتتكلم على الفرتايل، الارض الخصبه هي اللي بتدعم نمو النباتات. نقط از ذا برودكشن اوف جودز، انتاج البضائع خصوصا ان فاكتوريز، في المصانع، يبقى دي اندستري، هي المتعلقه بالمصانع. وات از ذا فود از ميد اوف، از ات از اللي الحاجه مصنوع منها الاكل، يبقى هي الانجريدينتس، المكونات بتاعته. حروف الجر بقى، اول كلمه بيقول لي which of the following، اي من الاتي، بريفكسس، البريفكسس والسفكسس دي الاضافات اللي تضاف في بدايه الكلمه او نهايتها لتؤكد لايه، لتغير معناها او ايه، او تدي معنى مختلف. فطبعا كلمه كافيين دي بتاخد دي قبلها، دي كافيين دي اللي هو خالي من الكافيين، تمام. عشان تلعب الماتش كله تيك مور نقط اوف يور فيتنس، تيك مور يور ايه بقى، خد معاك ايه، كير ولا كيرفول ولا كيرفولنس ولا كيرلسنس. طبعا طالما انت بقى ايه هتلعب، يبقى انت كده هتقضيها ايه بقى، كير بقى، يبقى هتبقى قصده على الكير. The player was sent out، اللاعب sent out for the نقط فول he had committed، عايز يقول اطرد علشان الخطأ العمد اللي ارتكبه، تمام، for the deliberated fool، عشان هنا استخدمها صفة، يبقى هيقول الخطأ العمد اللي هو ايه ارتكبه. Things that are not existing، الحاجات اللي هي مش موجودة، deliberate بس على فكرة، يعني هنقول ديليبريت دي مش ديليبريتد، ديليبريت بس، ديليبريت فول. سينجلز الاشياء اللي هي مش موجوده بقى، ناو الان، ار ديسكرايب بنوصفها ان هي ايه، عايز عكس كلمه يوجد، طبعا نان هتاخد نان قبلها، نان اكستنت يعني ليست موجوده. نقط سويل برودكتس بيتر كروبس، طبعا عايز يقول له هو الايه، المنتجات اللي معموله في ارض فيرتايل، في ارض خصبه يعني. The not of the country's land citizens، المواطنين يعني، and the interests والاهتمام، is the responsibility of the army، دي أهمية الجيش. فكده بيتكلم على الإيه بقى؟ بيتكلم على البرسفيجن، حفظ يعني، حفظ أرض الوطن هي أهمية الجيش. Children need، الأطفال عايزين عناية كذا علشان ينمو بطريقة طبيعية، يبقى عايزين عناية ايه بقى؟ عايزين عناية بروبر، عناية سليمة، مش عناية صالحة ولا عناية ايه مهم كده يعني. He is a not person، هو شخص كذا، هو هيعمل المهمة دي بأفضل طريقة، يبقى الشخص ده ايه بقى؟ موثوق به. He has already spent، صرف كل فلوسه. He counts، يبقى counts on، يعتمد على. We mustn't not the rules، we mustn't بريك، ما ينفعش نخالف القوانين. What can we not about the problem of pollution؟ What can we do؟ نعمل ايه عن المشكلة بتاعت البلوشن، التلوث. Do you have any recommendations to نقط، طبعا توصيات، بتاخد ميك قبلها، عندك توصيات علشان تعملها. He broke my glasses، هو كسر نظارته، عايز يقول عمدا يعني، وراح جاب ديليبريتلي في اخر الجمله. طبعا كلمه بروبس اللي هي غرض بتاخد قبلها ان، فعشان كده سوري بتاخد اون قبلها، فعشان كده هناخد ايه، هناخد اون. بعدين بيقول لي دونت واش فروت، ما تغسلش الفاكهه.
والخضروات بلوت ووتر ما تغسلهاش بايه باستخدام يوزنج اي ان جي بقى دونت ووش كذا كذا يوزنج مستخدما المياه الايه الغير ملوثه. ماي براذر از ا نقطة تشارج اوف مسؤول دي اللي بقى اللي تاخد ان بقى علشان اقول ان تشارج اوف يعني مسؤول عن مصنع الطعام. النيل يوزد تو نقط ذا سويل فيرتايل. النيل يوزد تو اعتاد ان طبعا ميك يخل التربه خصبه. انت محتاج انك انت تملا تانك ويز فيل تاخد حرف الجر ويز بعدها يملا بيه. ذا تور جايد المرشد السياحي ورانا نقط ذا اولد تاون. طبعا شود اس نقط ذا اولد تاون يبقى ورانا ايه بقى؟ ورانا اراوند حول الاولد تاون. اي ايت ا ساندوتش انا اكلت ساندوتش. اي ايت ان ابل وكلت تفاحه كمان. اللي يجي في اخر الجمله بمعنى ايضا هي كلمه از ويل تيجي بمعنى ايضا وتيجي اخر الجمله. وي ار اول شور كلنا متاكدين ان الاويل ريسيرفز الخزانات بتاعته يعني والنقط تو ان اند عاوز يقول لي هتوصل لنهايه يعني هتوصل لنهايه ويل كام تو ستاتي الى ستصل الى. الدكتور حذرنا ورني تاخد حرف الجر اباوت. جمل المتفوقين he doesn't relax unless he feels free from all his هو ما مش هيرتاح غير لما يلاقي نفسه اتحرر من كل ايه من كل هو هنا بقى بيتكلم على ايه بيتكلم على يا ترى بيتكلم على curses اهتماماته ولا ingredients ولا preservation. طبعا بيتكلم على اهتماماته اول ما يخلص من اهتماماته يبدأ يرتاح بقى. I haven't not him coming I haven't not him coming عاوز اقول انا ما شفتوش جاي يعني. It's a surprise to me دي كانت مفاجأة بالنسبة لي. هيبقى I haven't him بقى ايه I haven't counted him ما اعتمدتش عليه بقى ما حطتوش في حسباني جاي الاول يعني كانت بالنسبة لي دهشة. His not imagination makes him one of the best writers عاوز يقول خياله الكذا خلاه واحد من افضل الكتاب. خياله الايه الخصب خياله الوافر خياله النامي عاوز يستخدم فرتال بالمعنى ده يعني تمام. The naughty boy الولد الشقي نقط his laser toy عمل ايه اللعبة بتاعته at my eyes عاوز يقول صوبها نحو عيني يبقى aimed دي عشان هي تيجي بمعنى يصوب طبعا وشرحنا معناها في الفيديو السابق. She نقط over what he had said before giving her final reply. She not over طبعا شيء بقى she not over what he had said before giving her final reply. She deliberated تعمدت counted manufactured find غرمته طبعا هي بقى ايه deliberated اتعمدت بقى ان هي ايه على الكلام اللي قاله ده تديله رد نهائي يعني. For injunction we use not needless بنستخدم ايه بلا معنى بنستخدم ال deliberate ولا ال caring ولا ال aimless ولا ال fine طبعا هنا قصده على الغرامة. My mother نقط ذا كباب مامته عملت الكباب with strong spices بتوابل كتيرة فطبعا tested بقى ولا flavored يبقى flavored بقى عملت النكهة بتاعته او الطعم المذاق بتاعه. Mr. Ayman is a manager of great نقط. He believes هو يعتقد في أهمية العمل الجاد. يبقى الراجل ده بقى إيه بقى؟ great إيه بقى؟ great fertility ولا ingredients ولا industry ولا flavor. طبعا الراجل industry يعتقد في great يعني بيصنع عمال كويس أو بيصنع جو كويس في العمل يعني. I made a mistake عملت خطأ وين لما اعتمدت على أو وثقت في نقط to look after the baby. ده مفعول ده بقى counted on here يعتمد يجي بعدها مفعول ده فاعل ده فاعل ده فاعل دي مفعول ده ملكية. We have to do our best to overcome that لازم نبذل قصارى جهدنا عشان نتغلب على المشاكل اللي موجودة ولا المشاكل الواجدة ولا المشاكل الواجدة برضو ولا وجود المشاكل. طبعا هو هنا بيتكلم عليها ككل يبقى هيتكلم على exciting problems المشاكل الموجودة. To get new birds عشان يكون عندك طيور جديدة من الضروري انك انت تعمل ايه للبيض بقى ترميه تملاه تفحصه تخصبه هو عايز يقول كده يعني fertilize. صلاح هذا نقط of great footballer
عايز يقول عنده ايه بقى، عنده الانجريدينتس بقى، قصده على المكونات، عنده مكونات اللعب يعني، عنده الحاجات اللي تأهله لكده. سما كانت غضبانة بيكون زي نقط هير از نوتي جير، لان انا ايه بقى حذرتها، هي كانت زعلانة علشان انا ايه بقى عملت لها ايه، لان انا ايه ليبل صنفتها يعني، صنفتها كانت بنت نوتي يعني، فهي زعلانة من كده. ما تصدقش القصة، هي دايما نقط اكسكيوزز، دايما بتدي اعذار يعني، يبقى دايما بتختلق اعذار، يبقى مانيوفاكتشر عايز يقولي بتصنع اعذار من نفسها. It's responsibility of the police، دي مسؤوليته البوليس ان هو نقط بيس، ان هو ينشر او يحفظ السلام، يبقى هو عاوز كده كلمة يحفظ اللي هي بريسير بقى. خلي اطفالك ياخدوا خبرة نقط بيبول سفر لوت زي الرايفز، الناس اللي بتعاني اثناء حياتها، يبقى ياخدوا خبرة ايه بقى. ده حط نقطة هنا علشان يقول لي ايه، الجملة انتهت وبدأ جملة جديدة بايه، باكسبيريانس بيبول، ان الناس اللي عندها خبرة بقى ايه بتبقى فاهمة كويس او ما بتعاني في حياتها يعني. is something positive، حاجة ايجابية، يبقى كده بيتكلم على الاسم نفسه، بس يا ترى هل الاسم الريلانس ولا ريلابيلتي؟ طبعا ريلابيلتي. The court المحكمة has not your contract، عملت ايه للعقد. The flat is now yours، الشقة دلوقتي ملكك. طبعا المحكمة has not your contract، the flat is now yours، يبقى denied انكرت ولا vitalized ولا عملت ايه يا ترى المحكمة. المحكمة validated، طالما وافقت لك يبقى ايه صلحت، يبقى الموضوع صالح. التيشيرت ده is not نقط، ليس كذا. You can't know، ما تعرفش تقدر المصنع بتاعه او الحجم او النتيجة، يبقى not level، ليس ايه، ليس محطوط عليه العلامة اللي بتعرفني بقى هو ايه بالظبط. بعدين poverty، الفقر، and ignorance، والجهل. provide fertile، يزود، يمدونا بالخصب for terrorism، طبعا اكيد fertile يبقى ناخد معاها سويل بالارضية الخصبة يعني. as long as we not we have to try، as long as we ايه، طالما ان احنا موجودين يبقى احنا لازم نحاول، مش هنيأس ابدا. A lot of new modern schools، مدارس كتيرة جديدة، should not to educate people، عشان تعلم الناس، يبقى المدارس دي لازم تتبني. طبعا should من الافعال الناقصة، يبقى لازم ناخد بي والبي بي في البناء للمجهول، طبعا should لازم تاخد بعديها بي وبعدين التصريف التالت، فعشان كده هناخد بي والتصريف التالت. My friend is very ambitious، صديقي طموح جدا. He wants to، want to، الفعل want يريد، ياخد بعديه to المصدر في حالة المعلوم. في حالة المجهول بقى أي فعل ياخد to المصدر، يبقى في حالة المجهول لازم ياخد بي والبي بي زي وزي الفعل الناقص، فعشان كده هياخد to بي والبي بي. فهقول إيه بقى؟ فهقول يبقى فين بقى to be awarded، أيوة اللي هي منحة يعني، يبقى هاخد الإجابة دي. ماشي. A new supermarket will not، طبعا will يبقى نفس القاعدة القديمة، إن إحنا هناخد بي والبي بي، يبقى طبيعي إن إحنا هناخد إيه، will be opened. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هناخد will be open. Our house، البيت بتاعنا، is going to be، نفس الموضوع، is going دي مستقبل، زيها زي will بالظبط، يبقى عايزه بي والتصريف الثالث بتاعها، يبقى be painted. The dishes، الاطباق دي جمع، يبقى عايزه ام ار، ايوه كلهم ار. تمام، يبقى دي مش هتنفع اللي هي used دي، علشان دي ما فيهاش فيرب تو بي، هي واحده من دول بقى. ار يوزد تو بي واشد ولا ار واشد على طول ولا ار يوزد تو واش، هنشوف اخر جمله. دايركتلي افتر لانش، يبقى هنا ار واشد بقى، يغسل مباشره بعد الغداء. اور هوم ورك، الواجب بتاعنا، نقط ضم، او عايز اقول بيتعمل كل يوم. طبعا هاز تو بي ضم ممكن تنفع، اما مفيش ولا صيغه تانية تنفع، فهو عايز هاز تو بي على اساس ان هاز تو تدي معنى يجب، واستخدم بعديها تو وبي والبي بي اللي هو ده. تمام. كل الورك، العمل، كانت نقط تو داي، كانت بي فينيشد، يا ترى كانت بي، طبعا كانت زيها زي ويل، يبقى هاخد بي والبي بي بعديها، لا يمكن ان ينتهي اليوم. Some new workers، عمال جديد، may not next week، may ايه بقى، may employ ولا may طبعا زيها زي will، يبقى هاخد بعدها be will be be، may be employed. They will not the cup if they win the match، هما سيعطوا،
هياخدوا الكاس يعني، يبقى they will be given، they will be given، سيعطوا الكاس. I don't want، لا the match is not allowed، مش مسموح not allowed تاخد بعدها to، و وطالما تاخد بعدها to المصدر يبقى اذا to will be be، يبقى هنقول ايه بقى؟ هنقول the match is not allowed to be watched، ليس مسموحا ان يشاهد. He hopes to، هو يتمنى ان هو، hope to يتمنى to المصدر في حالة ابناء للمجهول تاخد be will be be نفس الطريقة، يبقى he hopes to be given، يتمنى ان يعطى. I don't want to، نفس الموضوع، want to تاخد بعدها برضو be will be be، يبقى هاخد برضو number be اللي هي be deceived، انا لا اريد ان يسخر مني by appearance، بمظهر الناس يعني. I don't want to be deceived، اخدع يعني، اخدع بمظهر الناس، sorry deceived مش يسخر مني. All this heavy load، كل الشحنة التقيلة دي، كان نفس الموضوع بالنسبة لكان، يبقى لازم تاخد بعدها be will be be، ممكن تحمل بكذا، هي موجودة الاولى اهي be والتصريف التالت. هو مش عارف المعاصر مركز ليه قوي على الحاجات اللي بتاخد بعدها be والتصريف التالت. In order to do better، علشان تأدي جيدا، he needs to، محتاج ان هو محتاج ان هو يتشجع بقى، need نفس الموضوع، تاخد to المصدر يبقى to be will be be، not to be encouraged، محتاج ان هو يتشجع. تمام. Most of my friends، معظم اصحابي، كان نفس الموضوع، يبقى كان تاخد be will be be، can be contacted، يمكن ان يتواصل معه من خلال الايميل. I hope to، والله نفس الموضوع، انا عرفت كده بصراحة، هو ما قولوش غير be will be be، يبقى be will be be. My room has to، نفس الحكاية، has to تاخد بعدها be will be be في البناء للمجهول. I expect، اتوقع، نفس الموضوع، expect تاخد to المصدر يبقى في البناء للمجهول تاخد be will be be، يبقى to be given. Most of these buildings، معظم المباني دي، will، طبعا will، will هو مش جايب be will be be المرة دي، بس جايب have to be painted، will have to be painted. قصده ايه بقى؟ قصده ان معظم المباني احنا عارفين ان will دي عايزة بعدها be والتصريف التالت، يعني عايزة be painted بس. طب هو مش جايبها في الاختيارات، بس will عايزة المصدر اللي هو have، عشان كده has هتطلع. طب ليه ما قلناش will have painted؟ will have painted دي مش صيغة بناء للمجهول، لان ما فيهاش been، فعشان كده احنا عايزين يا اما بين يا اما بي، فقال will have to يعني سوف يجب ان تبنى او ان تدهن في المستقبل. far away areas، المناطق اللي هي far away بقى، can't نفس الموضوع، عايز be will be be، يبقى عايز be reached، can't be reached، لا يمكن الوصول اليها. a language that is too difficult، اللغة اللي صعبة بالنسبة للناس العادية ممكن تكون مثلا سهلة بالعلماء، من خلال العلماء يعني. دي جملة طويلة بقى، have been often used، ولا used often، ولا is often used، ولا had been using. طبعا احنا عايزين حاجة فيها تصريف تالت عشان تظبط معانا. تمام. طيب اللي فيها تصريف تالت بقى اللي هي number A و number B و number C، يبقى اذا دي برا الحوار. طيب حلو قوي، تعالوا نشوف بقى هنختار ايه ونطلع ايه. have been often used ما تنفعش often في المكان ده، يبقى ايه طلعت؟ used often ما فيهاش verb to be، يبقى طلعت برضو، يبقى الإجابة هي number B. is often، لأن often تيجي مع المضارع البسيط، والمضارع البسيط متمثل في is، وهي تيجي بعديه والتصريف التالت موجود. the medicine should، should على طول، يبقى should be will be be، ده كلام قديم، should be will be be. بعدين بيقول لي it نقط، it نقط that the ears، it نقط that the ears is gradually getting overcrowded، الارض بتزدحم يعني او بتتزايد. it has noon، طبعا احنا متفقين على it دي بتاخد بعدها is والتصريف التالت، او verb to be والتصريف التالت، فهو هنا جاب verb to be والاي ان جي، نقول له العب بعيد مش دي. طب has مفيش been، يبقى يلعب بعيد برضو. had مفيش been برضو، يبقى يلعب، يبقى هي الاجابه has been noon، على اساس ان هو استخدم has been بدل verb to be، لان بين التصريف التالت من am و is و are، فاستخدمها بدلا منها، انه من المعروف ان الارض كذا وكذا وكذا. we should all، يجب علينا كلنا ان نعلم عن مشكلة كذا، مش ان نعلم بقى، لا ان احنا نتعلم يعني، نعلم، عايزين حد يعلمنا. طيب should بقى يبقى معروفة، should هتاخد be to بعديها بقى، اللي هتاخد be والبي بي.
نيو ممبرز اعضاء جودت شود، نفس الموضوع جايب بي اي ان جي، نقول له لا احنا عايزين بي والتصريف الثالث شود بي. الاعضاء الجدد ينبغي ان يخبروا بالظبط ما الوظيفه تكون. ات خلاص دي فهمناها، يبقى از والتصريف الثالث شرحناها احنا في الفيديو السابق. ات از يبقى عايزين تصريف ثالث، يبقى ات السوت زي ما احنا اتفقنا ات واز والتصريف الثالث. ما تغسلش الاكل مستخدما الميه اللي احتمال مي تاخد بعدها بي والبي بي. جايب كم واحده؟ واحده بس، يبقى هي مي بي فيلد التي يحتمل ان تكون مملوءه بكذا. ات نفس الموضوع، دي مش تصريف ثالث نمبر سي يبقى ما تنفعش. خلاص هاخد هاز بين بدل ما اخد از، عشان انا عايز التصريف الثالث اللي هو شون. ذا اكسباير دي تاريخ الصلاحيه، هو الوقت اللي الطعام ما ينفعش شود بي ايتن. شود بي ايتن ايه بعد؟ عايز حرف الجر، يبقى ايتن باي، يؤكل من خلاله او بواسطته. هيومنز البشر بقى، نقط اللي هم ممكن يتاثروا بالعلم الخاطئ او بتجارب العلم الخاطئ. طبعا البشر كان ما فيش بي ما تنفعش، دي وحدها ما تنفعش، اي ان جي ما تنفعش، يبقى هو عايز ار افكتد، المتاثرون بكذا. هيروت اباوت كومبلكس ايكونوميك بروبلمز، كتب عن مشاكل الاقتصاد المعقده ان اواي بطريقه ذات كود نقط اوردينري بيبل، اللي ممكن تفهم، يعني تفهم للناس العاديه، فهو عايز بي اندرستود، يمكن فهمها. زي ابليكانتس بينج، جايب بينج، يبقى الراجل بيتكلم على امو از وار على طول، يبقى هناخد ار لان دي ما بتجيش الا مع ار. نقط ذا بيبر اي وينت تو بيد، عاوز يقول بقى مجرد ما هقرا الجورنان هروح في النوم. طيب هو هنا جاب حدثين والحدث الثاني ماضي بسيط، يبقى عايزين الحدث الاول ده يا ماضي تام يا ماضي بسيط برضه. فطبعا هناخد having، فاكرين القاعده بتاعت having تصريف ثالث فاعل ماضي بسيط؟ هي دي، فهو استخدم having وجاب التصريف الثالث بعدها على طول نيابه عن الماضي التام. I don't enjoy، الفعل enjoy يستمتع، ياخد اي ان جي. في حاله البناء للمجهول بقى ياخد being والبي بي. عرفتها ازاي للمجهول؟ ما هو بيقول انا ما بستمتعش بان يسخر مني، يبقى ياخد being والتصريف الثالث. I hate نفس الموضوع، لان hate يكره، تاخد اي ان جي. تمام، طب مش جايب بينج تحت بقى، ما هي هيت تاخد اي ان جي وتاخد تو المصدر، يبقى اكيد جايب تو بي والبي بي. ايوه الاخيره اهي تو بي والبي بي. تمام، بعدين بيقول هاو ماتش نقط فور ذا دريس، عاوز يعني بيسال عن السعر هنا. هاو ماتش فور ذا دريس، كم الدفع؟ يبقى ناخد وز وتصريف ثالث، كم الدفع للفستان. I can't remember، remember يتذكر، تاخد بعدها ان جي وينفع تاخد تو المصدر زي ما خدناها في اولى ثانوي، بس هو مش جايب تو بي والبي بي بقى، يبقى احنا ناخد بينج والبي بي. هتقول لي في بي والبي بي في الاخر، طب اقول لك فين تو، يبقى انا عايز بينج والبي بي. Avoided يتجنب، نفس الحوار، بتاخد اي ان جي وعايزه بعدها بينج والبي بي، يبقى اخد بينج سين. نقط هيز ميل الوجبه بتاعته بقى، نفس الجملة الأولى في الصفحة اللي هي رقم 34، هاخد having وتصريف ثالث لأن الفعل ماضي، يبقى هاخد having وتصريف ثالث. رقم 41 بيقول لي I insist on، insist on يعني يصر على، يصر على بتاخد بعدها الفيرب ing في حالة بنائه للمجهول، يبقى ايه being والبي بي نفس القاعدة being met، يصر على أن أقابل بواسطة المدير بنفسه. This لأن مفيش مباشر بقى أن أنا أقابل المدير، يعني لأن أنا I insist on ميتنج، تصدقوا في ميتنج، بس هو بيقول باي باي، يبقى اقابل بواسطة، مش اقابل بواسطة، لا اقابل مبني المجهول. العربية الحديثة دي بقى باي مستر اشرف، عاوز يقول لي هي ملك لي، يعني يبقى از اوند، تمتلك لي. نقط سيد زي ار ذا هارد وركينج بيبول، تصريف ثالث، it is said زي مفيش ذات، هتز دي مش هتنفع عشان مفيش ذات، ماشي، يبقى اخد هافينج بقى على اعتبار ان سيت تصريف تالت. رانا ستوبد تو افويد، طبعا يتجنب، يبقى هنبني للمجهول بقى بي والبينج والاي ان جي. كولد درينكس المشروبات الغازيه او الساقعه، نقط ان ذا تريس، عايز اقول بتتشرب، يعني ارتيكن، بتؤخذ او تتناول في الشرفة.
ات نقط يبقى طبعا از وايه وتصريف تلات على طول ما جابش از، بيقول لي ذات از بولايت بيوتيفول، يبقى عايزين صيغه صحيحه في المبني المجهول، يبقى ات كانت بي دينايد، لا يمكن ان ينكر ان. الجمل الطويله بتاعت المعاصر دي فيها فكره حلوه، بيقول كلنا مضطرين ان احنا نطيع قواعد المرور، ده يعني اني الترافيك رولز اوباي ولا الترافيك رولز اوبيز ولا الترافيك رولز هاف تو بي اوبيد ولا الترافيك رولز ار اوبيد. طبعا هاف تو اللي هي نمبر سي يجب ان، لان هو هنا بيقول هاف تو اها، وحاله هاف تو للمجهول تبقى هاف تو بي والبي بي بعديها. علي جيف مي ا نايس بريزنت، علي اداني هديه جميله، ده يعني بقى ان اي ووز جيفينج ا نايس بريزنت ولا اي ووز جيفين ولا نايس بريزنت ووز جيفين تو علي ولا نايس بريزنت ووز جيفينج تو علي. طبعا اي ووز جيفين، انا اعطيت. وي نو ذات وان اوف ذا باسنجرز، احنا نعرف ان واحد من المسافرين اتصاب، هذا يعني ات نوز وان اوف ذا باسنجرز ووز انجيرد. It is knowing، لا دي طبعا دي غلط، دي علشان الصيغة مش مظبوطة. هنا it knows مش تصريف تالت، يبقى برضو الصيغة برضو مش مظبوطة. هنا it's being known إلى حد ما ممكن تعرف تنفع يعني. That is one of the passengers who's injured. It's known، ده التصريف التالت، يبقى الصيغة الأصح هي الصيغة الأخيرة it's known، هي دي الأصح علشان إيه؟ علشان هي البناء المجهول بتاعنا، إن إحنا بناخد is والتصريف التالت، تمام؟ الكريمينال قبض عليه، المجرم اتقبض عليه بواسطه البوليس. الجمله دي بقى معناها ان البوليس قبض على الكريمينال، البوليس ارستد ذا كريمينال، الجمله صح برضو. ولا الكريمينال جود ذا بوليس تو ارست هيم، لا دي غلط، ده تركيب غير صحيح للجمله. ولا البوليس ووز ارستد، البوليس اتقبض عليه بواسطه المجرم، برضو ده تركيب غير صحيح للجمله. الكريمينال هاز بين ارستد، قبض عليه، طبعا هتبقى الاجابه الأولى إن البوليس arrested، قبض على المجرم، هي الإجابة الصحيحة. After feeding the baby، بعد ما أكلوا البيبي، بعد ما أكلوا البيبي mom went out، ماما خرجت، ده يعني إن البيبي was fed when mom had gone out، ولا feeding the baby mom went out، ولا having fed the baby mom got gone out، والله having been fed the baby went out. طيب ماشي، هو الجمله بيقول لي ايه؟ بعد اطعام البيبي الام خرجت، يبقى الحاجه اللي حصلت هي ايه؟ هي اطعام البيبي الاول وبعدين الام خرجت. الجمله الاولى بيقول لي البيبي اطعم لما الماما خرجت، يبقى الاولى غلط، لان الاولى تخالف المعنى، فعشان كده ما ينفعش. لا هي الولد اكل وبعدين ايه؟ طيب feeding the baby mom went out دي تنفع، ليه بقى تنفع؟ لان هو بيقول لي بمجرد اطعام الولد الام ايه؟ خرجت. having fed the baby، having لم يكن ان هو يطعم البيبي، mom got gone out، هي دي تنفع، بس التركيبه الاخيره دي غلط، التركيبه الاخيره دي كان قال went، كان جابها ماضي بسيط، فعشان كده دي مش هتنفع برضو، دي هتبقى غلط. having been fed the baby، هنا بيقول لي الواد اللي خرج، طبعا يبقى ايه؟ يبقى غلط، يبقى هي فعلا الاجابه الثانيه هي اللي صح. After feeding the baby، بعد ما اطعام البيبي it fell asleep، الولد نام، ده يعني اني، يبقى هنا خلي بالك بيتكلم على sleep يعني النوم. The baby was fed، الولد اطعم بعد ما نام، لا يبقى دي غلط، لان هو بيقول لي بعد ما اطعمناه نام، فهنا بيقول لي كل بعد النوم، لا طبعا هو كل قبل النوم. طب البيبي اطعم بعد ما وقع في النوم، برضه تدي نفس المعنى اللي فوق، يبقى غلط، تدي المعنى نمبر ايه يعني. Having fed the baby fell asleep، لم يكد يطعم، وقع في النوم، ممكن تنفع، بس هنشوف الأخيرة. Having been fed the baby fell asleep، طبعا هي دي الأصح، دي هنخليها، دي هنعتبرها بره بقى، وتبقى دي هي الإجابة الصحيحة، لأن هي اللي اتبنت للمجهول. ماشي. We expect that عمر will get the full mark، احنا نتوقع ان عمر هيحصل على الدرجة النهائية، ده يعني اني it expects that عمر will get the full mark، ولا it expects that the full mark will get by عمر، ولا it's expected that the full mark will be got by عمر، ولا عمر expects to get full marks. طبعا الاجابه الواضحه هتبقى نمبر سي، it's expected that the full mark will be got by عمر، ان الدرجه هتحصل بواسطه ايه؟ بواسطه عمر.
يبقى هتبقى سي. اخر جمله لا ده مش اخر جمله، ده بيقول لي فاين ذا ميستيك ذا ماتش ويل لوز. طبعا الماتش مش هيخسر، الماتش هيخسر، يبقى انا هخليها ويل بي واخلي لوز في التصريف التالت يبقى ويل بي لوست. تمام. ذا اوسز الواحه بتاعت سيوا از نو، از نو بس في الماضي، لا احط ان هنا عشان تبقى تصريف تالت وتبقى معروفه بكذا. It hopes that people will be healthier in the future. It hopes، لا خليها it hoped بقى، it hoped، وكمان it is، it's hoped that، انه مما يؤمل به ان، يبقى it's hoped that. They were built the school، يبقى هم they built بس the school outside the town، يبقى they built بقى اشيل were من هنا. تمام. طيب هنبقى نكمل بقى الحاجات التانية ان شاء الله، اللي عشان الرايت هيعوز كتابة، وكده الوحدة كلها تمام كملت، قعدت تيست ان شاء الله هنعمله لوحده. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.